حكمة أمر إحنا دائما الجزائر وين تحط رجلها نجاح حليفة، لأننا نمشوا بالحق وما عندناش أطماع، لا أطماع أراضي ولا أطماع مالي ولا أطماع مالية ولا أطماع جاه، ولا إحنا تاريخنا يتكلم علينا، تاريخ حافل بالأمجاد، ملايين الشهداء وما نظلمش ودائما مع المظلوم، ولو على حساب أخي وصديقي، المظلوم يبقى مظلوم. الدبلوماسية الجزائرية معترف بها من